ايش محرزة؟ ها؟ بس تنهلوني يومين وعشر دقايق الما بيحسن ما بيسلم. حاضر حاضر، مع السلامة. وش مارك؟ مخبلتيني يا ابو رداس. هالساعة بقول لك عشرة ايام مهلة مليحة. عشرة ايام كتير يا جميلة، اعصاب اهل القرية تتحملش. اعمل لك كيكة وتبل ثمك، ما انتش قادر تبلع ريقك. ومانيش قادر ابلعك. تحكي معي؟ جميلة، وشو بدي اقول؟ خابر ابوك طلق عنده بارودة. عنده. مليح مليح، بصير خير يا صلاخي. ابوي صلاخي؟ ابوك مش صلاخي، ابوك عجل. عجل؟ عمي يا عمي. قوم افطر. بدي عمي قوم، عاملة تشكيلة كبيرة، قوم. بقول لك يا بدي. عمي قوم، بدك أبو عيد يقضب شلي. أهو يا عمي، هذا الشلب من الشلب، الليلة ما نيمنيش، طول الليل هو يعوي وتقول بعوي بذني، لا عرفت أنام ولا عرفت أغض النوم. هو بعدين غير إيش؟ هم مش لاقي له قريه روح يعوي بيها، غير عندنا يم حتم. ها بديش خليني انام واغفال قزه. عمي قوم قوم افطر. بديش بديش عمي. ايه انا ماما قلت لك بديش. يلا يا عمي. وبعدين ماش بعدين ماش، ما قلت لك بديش. ابديش يا غوله اللي سماش غوله، ما قصرش بيش. بدي نام بدي نام يا جماعة، بدي نام بدي نام. مختار أنا بدي أروح. مختار لا تنسرق دكاني، أقول لك إن شاء الله تنسرق دكانتي ولا دكانتك. نايم قعقع علي الضمان. ليلة امبارح القرية كلياتها ما نامت، بهالليل ظل ينبح للفجر. مختار مختار مختار، عاد بديك سبب سبوبة. وشو هالسبوبة اللي بتدي يجي من وراك يا شحان؟ اسمعني يا مختار، القصة يا حفيظ السلامة. أني ما نمتش يما، قد معوّة فوق راسي. هي وقفت عليك، القرية كلياتها ما نامت. القرية بطلع لهاش تدافع عن حالها يما، هذا تشلب. لي يخصخص خصخص. طب الفطايس وينو وينو يما؟ أنا بحكي عنه. آخر تنجن من جرايرها. وشو قلت يا مختار؟ أنا ما بدي غير الحلوان، مو أنت من الهيجي. تبن
تتن قصدي؟ تتن؟ خوف الله ما سمع ولا كلمة. غد برجع لبخون صاحي. مختار نايم ودكاني شوربة. الله بطلع منك يا شيحان. سم فيران بصير سمج له. وخذ بيع بالقرية. والله جبتها. بين الناس بدها تنام. اخ الا. الا يا رئيس البلدية، حقهم يناموا. اني شو مطلوب مني؟ وك مش عندك بارودة؟ قلت اني رئيس البلدية؟ مش هاي مسؤوليتي؟ وك افهمني. صعب 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 صعب. اني من اليوم طخيت بعرس ابن خالي واحنا كنا فرحانين وما قعدنا. اقعد. بتكفى المنظر القبالي والريحة بتسطر سطل. أنا زعلت بردات رئيس البلدية كان متأمل بي. لا لا لا، هذه خامة مني. احنا أهل قرية وحدة وقرايب. إلا يسلموا ايديك عالضواو. غسلت ايدي. لا لا، يسلموا على الضواو. الضواو يسلموا ايدي. اجني هديه للبلديه. واستخسرتن في البلديه. هدايا وهيات وهيات. الحمد لله. انا بقول بقول لو جميلة جميلة ترفه ها مالها ترفه مالها. اعطيها بارود الطلق والطخ تشلب. سلامة مراجلك يا ابو رداد. انا ابقدرش اطخ تشلب. لويش؟ لانه عظني وانا عيل صغير. هضني طلعت غشيمة عنك يا ابو رداد. وين عبدك وين؟ منو؟ اتشلب. اتشلب؟ ها بجري. ايه ابو رداد، وشو رايك زغلول يطخ اتشلب؟ زغلول؟ ها يطخ اتشلب؟ ما بقدر. إيه؟ ممسوع زغلول، ما بقدر. زغلول وشلب. العقطة القوية ما بتيجي غير من الحمار العرج. الحمار؟ سلامة قيمتك يا ابو رداد. نام. يا هلا ورحب بكل القرويين. وشو إساعة الكلب؟ مثل ما تناقلت وكالات الأنباء البرانية، كلب القرية الضال ما هوش إشاعة. والقرويين ما هم مش عارفين يناموا. والقرويين بنضبوا بدورهم بدري. لا كل قروي وقروية بنحكي. وعبر برنامج قططيم. أنا أبو صدوق. وأني أم براطم. بنحكي سلاسة الكلب إشاعة. ولويش بنكذب عليكم. شو؟ لويش تشدوا علينا؟ لا يا كذابة، يا الله يعدمني جدودك وعدمني براغتك انت الثانية. اللي بنسمعه احنا صوت بالسلعات، ما احنا مزعوجين ومش عارفين ننام وبتكذبوا. يما تكذب يما، يومين بدنا نعرف اخبار عن قريتنا، بنعرفها من قرية ثانية. شو هذا؟ شش وزوجتي وانش بعدين ما عجنتي. الحيطان الهذان هالايام. ايه حتى لو الحيطان الهذان، تدري بنت ام الشرايط احسن منك ورجل منك، لانها بتقول كلمه الصراحه وكلمتها ما بتصير سنتين، وبتقول له لعوه لعوه بعينك. ها يعني انا صرت غلطان؟ اقول لك بدي اغيب لكباركم. غيب امش سكت الغال. ايه قال بدي اغيب. قال
بفكر حاله بابو زغير. قوم اجري. عمي ها هي بحبك. ايه بحبني بيعمل ايش؟ يعني ولا شو شايف حاله هو؟ شو شايف حاله؟ اي بضربوا 60 كوماند على غفله وعلى شقه واحده. بضربوا على صرصور اذنه مشان تكون مكتل. اللي شايف بفكر حاله مختار؟ اذا هو بفكر حاله مختار انا منيف. الا ضروري ضروري. مع السلامه. شو هاي جميله؟ استقالتك؟ موافق موافق. ما انتش نايم لد مليح. هاي البرودة علاوتك بتبلش من بكرة يا جميلة. هاي من أبوي طلق وبيها طلق. أبوك وازج علي يا جميلة؟ كل يوم تكبر بعيني لأنك بتنام بعد ما يناموا أهل القرية. ها مسؤولية مسؤولية. هدية من أبوي وبيها طلق مشان الطخ الكلب. لا 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 تجيبي سيرته. أبوي؟ الكلب فوق المعروف ضرب شفوف؟ ضروري أني إيش هالورطة اللي علقت بيها يا ربي. بسم الله. ولك مالك؟ ما تحكي ما تسولف. وكاي عضيت كلب مسعور وما تحملناش مسؤوليه يابا. ما تخليش اهل القريه نصير عيل كبل بلسانهم. هذا ابن عمك ولازم تروح وتدربوا الابره. بكره اهل القريه بيستلموا اشلك بصير يقولوا ابن عمه وما انطاهوش الابره. والابر عندك وهو بيعرف انه الابر كلياتن عندك ومخبيهن للطوارئ. ها وبعدين الاهم من هذا انك مش رح تشوف وجهه. تعرف ليش؟ بدك تنطي الابره العظم. 21 ابره قبل. والله وجن حباتك على الابره يا ابو رداد وبالعظم. ايوه هيك. شاعر قروي بس. هو شو حكالك؟ حكالي انه معزتك بقلبه كبيره ولو بدك حمار حاشاك هو قبال وبدون ضمانات.
هذا وحكالي لو بدك تدريب هو جاهز. ها بعمل لك خصم عن حقه والتدريب على الهيش. ها قصدي ها والبرسيم منه. المهم يا جميلة ما نوبد يطخ هسه، المهلة باقي لها يوم. على حساب ظلم القرية كثار أي طلو. خلص ما ضل بيها أنا يئست. بس عاد كرمالك يا غالي كل شي بهون. بخيت الكلب يا عمي؟ لا يا عمي كيف اطخ الكلب؟ الكلب روح. لا يا عمي انا بس شفته منبح ومزعج الناس قلت له بسيطه يا كلب وقمت تناولت البندقيه وزربت طلقه من فوق راسه. هو سمع الطلق من هون وقام حط ذيله بثمه ويجيش هارب من فوق من برا القريه. ايوه يا عمي ايوه. الا المراجل ملهاش عمر. الا كيف؟ والقول ان ما لحقوا فعل بظل نضخ. الا وشي غاليه الكلب بعد ما عض ابوي استخطى حاله وطلع من القريه من حاله لباله. بجوز خاف من ابوك وحكى لحاله. منو؟ الكلب. الكلب بحكي مع حاله؟ اه والكلب بيستخطي حاله لباله. ها والقروي قروي بصيرش ينضخ نضخ. شكله اليوم ما هوش يومي. ابجوز بكره. اني لو كبير ما حدا بيقدر على الكلب غيري بالقريه كليتها. Oh, oh, oh.